يزعم علماء الشيعة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحيي ويميت ولا تقل بإذن الله، وأن كلمة بإذن الله هذه لم توجد في الروايات عند الشيعة، وأنهم حينما يقولون ذلك يقولون بإذن الله مراعاة للنواصب أي لأهل السنة والجماعة، حتى لا يتهمهم أهل السنة والجماعة أنهم مشركون. فلك يا شيعي أن تقول المحيي المميت علي بن أبي طالب ولا تقول بإذن الله. هل رأيتم كفر أكثر مما سترونه الآن؟ وهل الإمام علي بن أبي طالب يحيي ويميت بإذن الله؟ قطعا، يعني هذه مسألة بديهية في معتقدنا. النص الذي مر قبل قليل وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، أصلا الزيارة ما قالت بإذن الله، وكل شيء بإذن الله. هذا من أمراض علمائنا، حينما يريدون أن يتحدثوا عن أهل البيت يضيفون إليها بإذن الله مراعاة للنواصب ولأعداء أهل البيت. أهل البيت لا يقولون ذلك، وإذا قالوا فإنهم يقولونه في مقام المداراة. الحمد لله الذي فضح هذه العمائم المزيفة. سمعتم يا شيعة، سمعتم يا مسلمون أن المحيي المميت يحيي ويميت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا تقول بإذن الله، عمائم مزيفة.